هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة فوجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار. الذيل هو ما نزل من الثوب بالنسبة للمرأة، فإن ذلك مستحب بالنسبة إليهن، من الكعب يرخين شبرا هذا على وجه الاستحباب، أو يرخين ذراعا، والذراع طوله من أطراف أصابع اليد إلى المرفق، يرخين على سبيل الجواز، إما ذراعا على سبيل الجواز أو شبرا على سبيل الاستحباب. ولليلها إعصار يعني غبار. فقال: يا أمت الجبار، هذا من باب الترهيب والتعظيم، قال: جئت من المسجد، ولا يخص مسجدا بعينه، وإنما هذا عام، لأن الأل هنا العهدية يعني المسجد المعهود الذي خرجت منه، ولا يخص مسجدا بعينه بل هو عام. قالت: نعم. قال: وله تطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعت حبي يعني محبوبي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. هذا الحديث اختلف العلماء، فمنهم من حسنه بمجموع طرقه، ومنهم من ضعفه. فهذا الحديث أخرجه أبو داود وفيه عاصم ابن عبيد الله عن مولى أبي رهم عن أبي هريرة، لكن عاصم ابن عبيد الله ضعيف، وأخرجه النسائي وبه رجل مجهول، وأخرجه الإمام أحمد وبه ليث ابن أبي سليم، وجهالة شيخه أيضا عبد الكريم، وليث ضعيف كما هو معروف. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى ضعف هذا الحديث، وبعضهم لما نظر إلى طرقه وإلى المتابعات وما شابه ذلك أثبته. وعلى كل حال، إن ثبت هذا الحديث بمجموع طرقه فإنه ولا شك لا يخلو من ضعف، وبالتالي فإن إلزام المرأة وتأثيم المرأة إذا لم تغتسل غسل الجنابة إذا تعطرت ذاهبة إلى المسجد هذا يحتاج إلى دليل قوي وصحيح. ولذا فإن بعض الفقهاء يقول: إذا كان الحديث محتمل للتحسين والتضعيف فإنه يكون في منزلة بين منزلتين، بمعنى أنه لا نقول بأنه واجب إذا كان أمرا، ولا نقول إنه محرم إن كان نهيا، وإنما نقول بين، يعني يفضل في مثل هذا الأمر على قاعدتهم يفضل بأن تغتسل، فإن لم تغتسل فإنها لا تكون آثمة، إلا على قول من يقول بثبوته فإنه يؤثمه، كما هو ظاهر من تبويب ابن خزيمة في أنه واجب. ولماذا الغسل كغسل الجنابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري عند النسائي وأبي داود قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. شبهها من حيث هذا الأمر كأمر الزاني، فيجب عليه الاغتسال فكذلك يجب عليها. ومع هذا كله يدل هذا على خطورة خروج المرأة إلى المسجد وهي متعطرة، سواء تعطرت في ثيابها أو في بدنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال بخورا، ومعظم ما يتبخر به يكون للثياب، فدل على أنه شامل للبدن وللثوب، وهذا وهو التعطر إن كان خطيرا إلى هذه الدرجة في الذهاب إلى المسجد إلى مكان عبادة، فما ظنكم في من ذهبت إلى السوق متعطرة. ولذلك ذكر هنا العشاء الآخرة لأن وقت العشاء به ظلمة، وهو وقت مظنة الفساد الأعظم، بينما الأوقات الأخرى هي تفضح بالنهار، ولا يفهم أن ما عدا صلاة العشاء أنه يجوز، لا، هي عامة، لكن خصص العشاء لأن ما ظنت كمال الفتنة في هذا الوقت أكثر من غيره. وأما قوله فلا تقبل لها صلاة، ليس المراد أن صلاتها لا تكون صحيحة، كلا، صلاتها صحيحة، فلا يلزم من نفي القبول أنه ينفي الصحة، فصلاتها صحيحة لكن لا يكون لها أجر ولا يكون لها ثواب إن صح هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ما فيه كما أسلفت، فلتكن المرأة على حذر سواء صح هذا الحديث أم لم يصح.